مشكله المصنع دلوقتي ان احنا لازم نعمل حاجه من التاني، يا نبعت نجيب ماكينات جديده عشان نعمل ابديتنج للمصنع وندرب العمال عليها، يا نفضل زي ما احنا ندي فرصه للمصانع التانيه تبقى احسن مننا. بس كده ممكن يروح مننا التوكيل. لا طبعا، ايه الهبل ده؟ خلاص اعمل لي بلان، شوف لي ازاي ممكن اعمل الابديتنج ده، وشوف لي هيكلف كام ونعمل كده بسرعه. ايوه بس في مشكله. ايه؟ كارولين مش متحمسه للفكره دي، بتفضل نفضل زي ما احنا من غير ما نطور. وما تنسيش لغايه دلوقتي مالكيش نسبه 51% علشان تمشي كلامك عليها. انا هفضل تحت رحمتها دي بقى كده ولا ايه؟ لحد ما تكلمي والدتك وتقنعيها تستلم نصيبها، ساعتها بس تقدري تمشي كلامك عليها ورجلها فوق رقبتها زي ما كان قاصد بيه بيعمل معاها. ما عرفتش اتنيل اقنعها بحاجه، والحكايه باظت بينا اكتر اصلا. اعمل ايه يا فايق؟ مفيش غير اننا نشتري اسهم صغار المساهمين، بس ده هياخد وقت، تكلفته عاليه، ما اضمنش نقدر نشتري كل الاسهم اللي تدينا حق الاداره. لا دي كارولين لو عرفت هتحس انك بتلفي من وراها عشان تسيطري، وده ممكن يدخلنا في صراعات ومشاكل تضر بينا وبالمصنع. يا فايق انت بتقولي حل وترجع تقولي انه ما ينفعش؟ بليز يا فايق ساعدني، انا ما صدقت يبقى عندي مصنع زي ده، بجد نفسي احافظ عليه واكبره واخليه احسن مصنع في مصر. تعرفي انا بحب فيكي ايه؟ طموحك، عشان كده ما تقلقيش طول ما انا معاكي ما تقلقيش. هتعمل ايه؟ سيبيلي الموضوع ده خالص. المهم عايزك تجهزي نفسك بكره عشان عندنا بيزنس كوكتيل مهمه فيها رجال اعمال مهمين قوي، وانا بقى عايز اعرفهم على انشط واجمل بيزنس وومن شفتها في حياتي. اوكي يلا اتفضلي.